طاب يومكم باليمن والبركات. هرطقتنا الخريفية لهذا اليوم بعنوان اختيارات أم عوالم. ما زلنا إلى يومنا هذا نرى ظواهر طبيعية تحدث وهي تؤثر على حياتنا وطبيعتها وعلى منتجاتنا الزراعية والحيوانية البرية منها والمائية، وغالبا ما لدينا تفسير لها علميا أو منطقيا، ولكن الإنسان قبل آلاف السنين قد ترجمها وحسب تصوره هو إلى أشياء وأمور أخرى، وسأوضح لكم بما أقصد به. وجد الإنسان القديم أن اعتدال في درجات الحرارة ودفئها تعمل على وفرة في كافة منتجاته والتي تخدمه في حياته اليومية، ولكن ارتفاعها الزائد قد يؤدي إلى موت أو نشوب حرائق لتلك المنتجات، ولذلك أصبح يتمنى اعتدالها ويخشى أي يخاف من ارتفاعها. فمن هنا بدأ منطلق العبادة لهذه الظاهرة، أي إنه من منطلقي التمني والخوف. وعندما اكتشف الفصول الأربعة وارتباط الحرارة بالشمس، فعرف أن الشمس تلعب دورا كبيرا في منتجاته من خلال حرارتها إضافة إلى ضوئها، ولهذا فقد بدأ بعبادة الشمس. ولاحظ الإنسان القديم في أمنيته للحصول على وفرة من مياه الأنهار لحاجته لها في كافة مقومات الحياة، وخوفه أيضا من فيضاناتها، ولهذا فقد أصبح يقدس تلك الأنهار وعبد القمر كون له تأثيرا على المد والجزر لمياه الأنهار والبحار، وبدأ يعبد النيران لنفس الفكرة. والحال نفسه مع الأمطار، فكان يتمنى الأمطار ويخشى من غزارتها، وبما أنه لم يجد شيئا ما يرتبط بالأمطار لكي يعبده فعمل لها إله بشكل ما، وقد تكون صناعته من الطين أو الحجر أو من الخشب وهكذا. فعمل آلهة لكل الظواهر الطبيعية التي ليست مرتبطة بشيء ما لكي يعبدها، أي لكي يتمنى الحصول عليها عندما تشح، ولكي يتجنب عواقبها عندما تزداد وفرتها وتصبح زائدة عن الحد. ومن هنا بدأت فكرة الحياة ما بعد الموت، لأنه أراد بها أن يستمر بتنعمه وتمتعه بها بعد أن يفارقها. وبذلك صنع الإنسان لنفسه عالمين آخرين إضافة للعالم الذي يعيش فيه، وأعطى لهم اسمين مختلفين، فالأول بالعالم العلوي والذي يتمناه، أي الذي يود أن يستمر فيه بالتمتع ويود أن يختاره، أما الثاني فأسماه بالعالم السفلي والذي يخشاه ويخاف منه والذي فيه سيعاقب على ما فعل من مساوئ وأخطاء، وبعدها وبجميع الأحوال سينتقل إلى العالم العلوي الذي يتمناه. وجعل لكل عالم له ساكنيه، وبعد أن جاءت الأنبياء وعبادة الإله الواحد تم تغيير أسماء تلك العوالم إلى الجنة والنار. وحينها بدأ البعض يقول إن لكل عالم له عوالمه الخاصة، فمثلا هنالك عوالم للملائكة وعوالم للأثيرين، ولدينا أيضا عوالم للشياطين وعوالم للجن. أي إنه في نهاية طريق الإنسان ما بعد الموت جعل له اختيارين فقط لبوابتين أو لعالمين مختلفين، وهما الجنة والنار، والتي لحد يومنا هذا لم يستطع أحدا أن يجد لهم البرهان على وجود تلك العوالم إلا من خلال بعض من المعتقدات الدينية وكتبها. وفي عام 1954 ميلادية ظهرت نظرية جديدة تسمى بالعوالم المتوازنة، وأصبح لدينا أعدادا هائلة من العوالم بدلا عن العوالم الثلاث، وهنا سأحاول توضيحها لكم، وسأروي لكم قصة قد كتبتها مستوحاة من الأدب الإسباني، وقد حاول بطل القصة من خلالها أن يغير في احتماليات اختياراته الواقع الحقيقية، وسنسميها بالاحتمال رقم صفر. عندما كان راضي في العاشرة من العمر وقعت عينيه على ميس، وهي صديقة اخته والتي كانت تلعب معها في ساحة المنزل، وميس هذه تصغره بسنة واحدة، فأحس أن هنالك شيئا ما يجذبه إليها، وأن نفس شعور الانجذاب هذا راود ميس أيضا. وبعد سنة انتقلت عائلة ميس إلى محلة أخرى ولم يروا بعضهم البعض، ومرت السنين وأصبح راضي طالبا في كلية الإدارة والاقتصاد،
وفي يوم من الأيام عرفته زميلته والتي تدعى فوزية على صديقتها ميس. وأثناء الحديث الذي جار بينهما ذكرت ميس لهم بأنها ومنذ الطفولة وإلى يومنا هذا وهي ترغب بدراسة علم الفيزياء، ولكن رغبة الأهل أن تصبح معلمة للموسيقى هو الذي جعلها أن تدخل إلى معهد الفنون الجميلة. وأثناء الحديث أيضا أدرك راضي بأنه يعرفها، فهي نفسها ميس والتي كانت صديقة الطفولة. وبدأت قصة حبهما من جديد تنمو وتكبر وتكللت بالزواج وأثمرت بطفلين اثنين، والعائلة هذه قد تعودت في كل يوم خميس أن يطلبوا وجبة العشاء من أحد المطاعم الموجودة في البلدة ويتناولوها في المنزل أمام شاشة التلفاز في الساعة 6 مساء. وفي أحد الأيام كانوا جميعا مدعوون إلى حفلة زواج والتي كانت في يوم الخميس. وكان في الحفلة نوعين من الطعام، أحدهما من المنتجات البحرية والآخر من منتجات الطيور. وقد اختاروا ميس والأطفال وجبة المنتجات البحرية، وأما راضي فاختار وجبة منتجات الطيور. وبعد تناولهم للعشاء بعد 9 مساء قد أجبر راضي على احتساء قدح من النبيذ والذي كان يحتوي على نسبة من الكحول. وبعد ذلك خرجوا من الحفلة، وأصر راضي على أن يقود السيارة بنفسه رغم شعوره بالسكر. وأثناء قيادته لها عمل حادثا واصطدم بشاحنة كبيرة، مما أدى إلى وفاة زوجته ميس والأطفال. فأحس راضي بالندم وتمنى أن يكون له ساعة زمنية ترجعه أو تأخذه إلى زمن الحادث لكي يمنع بها حصوله من خلال تغيير الاختيار، وبذلك ينجون الأطفال وزوجته. وشاءت الأقدار أن تعطيه امرأة عجوز تلك الساعة، ولكن المفاجأة التي صدمته ولم يصدق ما رآه هي رؤية نفسه وعائلته في كل مرة بملابس أخرى مختلفة ولا تشبه الملابس التي كانوا يرتدوها أثناء حدوث اختيار بأحد الاحتمالات. فدعونا نحلل بعضا وأكرر بعضا من الاحتمالات المتوفرة والتي يمكن تغييرها باختيارات أخرى، أي بمعنى آخر للتي شاهدها راضي بدون تدخل منه، لأنها بالأساس قد تغيرت. الاحتمال الأول، لم يصر راضي على قيادة السيارة لأنه وكما قلنا سابقا كان ثمنا أي سكران، وميس هي التي كانت تقودها. وأثناء قيادتها للسيارة شعرت بضيق في التنفس وأصبحت غشاوة على عينيها، وبذلك عملت أيضا حادث مما أدى إلى وفاتها ووفاة الأطفال، ونجا راضي من هذا الحادث. وفي المستشفى اكتشفوا بأنهم قد تعرضوا إلى تسمم نتيجة لأكلهم للمنتجات البحرية في الحفلة، أي أن النهاية هي بقيت على حالها ولم يستطع راضي أن ينجيهم من الموت. الاحتمال الثاني، في الحفلة لم يحتسي راضي قدح النبيذ وكان هو سائق السيارة، وعندما أحست زوجته وأطفاله بالاختناق نتيجة للتسمم استطاع نقلهم إلى المستشفى، ولكن هناك قد فارقوا الحياة، أي أن النهاية نفسها ولكن هنالك فرق في الزمن، أي أن وقت الوفاة حصل بعد وقت وقوع الحادث في الاحتمال رقم 0. الاحتمال الثالث، الأم والأطفال لم يختاروا وجبة الأكلات البحرية واختاروا وجبة منتجات الطيور، وأما راضي فقد اختار العكس. وبعيدا عن الاحتماليات شربه للخمر، إذن كان راضي هو من يقود السيارة. وفي طريق العودة طلبوا منه الأم والأطفال أن يذهبوا إلى الحمام لحاجتهم الملحة له لأنهم قد أصيبوا بالإسهال الحاد، وبعدها ذهبوا إلى المستشفى وهناك لم يستطيعوا إنقاذهم بسبب التسمم الذي تعرضوا له، ولذلك فقد فارقوا الحياة، أي قد حصلنا على نفس النتيجة السابقة. الاحتمال الرابع هو عدم ذهابهم إلى الحفلة وبقائهم في المنزل، وبما أنه يوم الخميس فطلبوا البيتزا من أحد المطاعم، فكانت بيتزا الأم والأطفال تختلف عن بيتزا الأب. وصلت الطلبية إلى المنزل وأكلوا البيتزا أثناء مشاهدتهم للتلفاز، وتعرضوا أيضا إلى تسمم وفارقوا الحياة ما عدا راضي، أي
لم يستطع إنقاذهم وحصلنا على نفس النتيجة، ولكن قد يكون وقت الوفاة حصل قبل وقوع الحادثة في الاختيار الأول، لأنهم قد تناولوا طعام العشاء الساعة 6 مساء بدلا عن 9 مساء. دعونا نبتعد أكثر في الزمن. الاحتمال الخامس أن راضي قد تزوج من زميلته فوزية ولم تكن لديه صديقة تدعى ميس وأنجب منها أطفال، ولكن حصلت مشاجرة كلامية بينه وبين فوزية في المنزل، فاضطر إلى الخروج منه والذهاب إلى منزل صديق له، وعند صديقه هذا كان يوجد ضيوف، ومن هؤلاء الضيوف تعرف من جديد على ميس والتي هي صديقة الطفولة. وبعد أن خرج من منزل صديقه طلبت ميس منه أن يوصلها إلى منزلها، وفي الطريق عمل راضي حادث مما أدى إلى وفاة ميس ولم يصب هو بأذى. وهنا استطاع راضي أن ينقذ الأطفال من الموت، ولكن ميس قد فارقت الحياة، فما عليه أن يفعل لكي يجنبها الموت؟ فلنبتعد بالزمن أكثر. الاحتمال السادس إنه لم يتعرف على صديقة أخته عندما كان في السن 10، وعندما كبر وأصبح شابا وأصبحت لديه إجازة للسوق واشترى سيارة، وفي نفس اليوم قاد تلك السيارة وعمل حادثا فيها، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وكانت تقودها سيدة تدعى ميس وهي تحمل شهادة الدكتوراه في علم الفيزياء، ووافاها الأجل من جراء هذا الحادث. الاحتمال السابع سيتدخل راضي في هذه المرة ويحاول تغيير الاحتمال السادس، ولذلك انتظر راضي أمام باب المنزل، وعند خروج راضي الشاب أقنعه بأن يجلسوا مع بعضهم البعض في إحدى المقاهي، وغايته هي أن يقنعه بعدم شراء سيارة في الوقت الحالي. وأمام المقهى حدث حادث دهس لامرأة، وعندما سألوا أحدا ما فكان جوابه هو أن السيدة ميس وهي مدرسة لمادة الفيزياء قد فارقت الحياة من جراء الحادث، أي إن راضي سوف يرى نهاية ميس في كل الاحتمالات وبكل الاختيارات حتى لو كانت هي أكبر سنا منه. وكما تلاحظ فقد كنت متعمدا على وفاتها في كل مرة، أي في كل اختيار، لأنه وببساطة فكلنا وفي يوم من الأيام سنفارق هذه الدنيا ومهما كثرت الاحتمالات والاختيارات. ولذلك فإن بطل الرواية سوف لن يستطيع أبدا أن يغير النهاية مهما حاول أن يغير في الاختيارات. وبالمناسبة في الاحتمال السابع قفز راضي متعمدا ليرى تلك السيدة، فوجدها نفس السيدة العجوز التي أعطته ساعة الزمن هذه، وحينها أدرك بأنه قد يكون هو من كان المتوفي في إحدى الاحتمالات، وأن ميس كانت أيضا تحاول أن تمنع حدوثه إلى أن عجزت وأعطته تلك الساعة. فمن هذا المنطلق جاءت فكرة أو نظرية العوالم المتوازية، حيث لكل اختيار هنالك عالم. أما عن رأيي المتواضع لهذه النظرية فأنا لست ضدها ولست معها حتى يتم برهنتها، ولكن وبما أن نهايتنا في هذا العالم هي نقطة واحدة والتي هي الموت، فلا بد أن نهايات تلك العوالم إن وجدت أيضا الموت، لذا سوف لن تكون تلك العوالم متوازية، حيث وكما تعلمنا أن الخطوط المتوازية لا تتقاطع، أي لا تلتقي في نقطة واحدة، وإن وجدت فقد تكون بشكل أمواج أو منحنيات، ولكن أحداثها الزمنية قد تطول أو قد تقصر، فمثل الموت أثناء الحادث أو الموت بعد الحادث في المستشفى، أيضا الموت بعد الساعة 6 بدلا عن 9 مساء. وقد تكون بدايات تلك العوالم من نقطة واحدة أو من نقطتين متباعدتين، فمثلا أطفال راضي من ميس قد فارقوا الحياة، أما أطفاله من فوزية فهم ما زالوا على قيد الحياة، أو اختيار ميس لدراسة الفيزياء بدلا عن معهد الفنون، وبذلك فهي لم تكن صديقة لفوزية، وأيضا فقد كانت أكبر منه سنا ولم تكن صديقة لأخته. وبجميع الأحوال فإنك لن تستطيع أن تغير من الاختيارات المصيرية حتى لو كانت الاختيارات الخاطئة في عالمك،
الواقعي الذي تعيش فيه، فما عليك إلا أن تبتسم لها. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا حزن يدوم ولا سروع، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. وشكرا.